عبر الهاتف ينضم إلينا محمد الزاوي مراسلنا من لفيف غربي أوكرانيا. محمد، ما الذي جد بخصوص القصف الذي كان قد استهدف مخزنا للوقود في مدينة لفيف؟ نعم أحمد، بالنسبة للاستهداف الذي طال منطقة لفيف، آخر الأنباء هو فقط 5 جرحى. القصف استهدف مستودع للنفط وكذلك أحد المصانع القريبة منها المتعلقة بالمدرعات. بالنسبة لعدد الضحايا كما ذكرت هناك 5 جرحى. القصف أيضا بما أن المنطقة متواجدة فيها أحياء سكنية غير بعيدة، فإن هذه الأحياء ونتيجة لهذا القصف تم طبعا تكسير العديد من يعني أبواب بعض المدارس ورياض الأطفال التي تقع في مسافة قريبة من هذا المكان. كان من بين الإشارات الواضحة أو الإشارات التي ربما لوحظت في هذه العملية العسكرية استهدافات مخازن الوقود وكذلك مصانع البتروكيماويات. كان هناك أيضا استهداف لمصنع للبتروكيماويات في إربين في الشمال الغربي للعاصمة الأوكرانية كييف. هل هناك تفسير ما على المستوى العسكري، على المستوى استهداف مثلا خطط دعم لوجستية لهذه المناطق محمد؟ فعلا أحمد، هو من النقاط الرئيسية التي يشير إليها الكثيرون هنا في أوكرانيا بخصوص هذه الاستهدافات المتكررة التي كانت في العاصمة كييف بالأساس مع بداية هذه الحرب، وكذلك في منطقة خاركيف وحتى مؤخرا في منطقة سومي. اليوم هناك ضربتين لمستودعات هنا بمدينة لفيف، وكذلك صاحبتها ضربة أخرى في منطقة ريفني في الشمال الغربي لأوكرانيا لنفط أيضا. طيب.